حصريا ماتب هذه تاريخيه كاينه خروفه عنده ثلاث هادي تتشوف الحليب ديالك قرب ها انت الاولى هادي والثانيه كتشوف الصفا والثالثه واش لدن سخونه ولا بارده والرابعه هو القسطه هنا هي شتيها والخامسه هاد البيبه هادي ها هي انس والسته هي هادي والسبعه هي تحت الفولات تتحرص ليه واش كامل هما هادو اللي كاين في التقليبة سبعة تقليبات لا لا كتشري من العنود ما بقاش عندهم المدخول ديال تيسير تيحصد ولا كيدرس ولا كيعرض ولا تيشري العلف من الأسواق من الجملة وهاد الناس اللي كيتاجروا في العلف هما القتالة الكبار ماشي الشنقة ديال ماشي الشنقة البهايم ماشي الكساب اللي كيبيع غالي الغلا منتوج طالع من الناس اللي كتبيع العلف هما اللي كاينين في السوق السوداء وتيخبيو العلف باش يجيبوه يغلوه سمع وبشحال تيدير دروك حاليا وشحال دروك تيدير 46 46 44 يا ولك عداد حتى العام الجاي صوروا انس صوروا مزيان صوروا بياكل 40000 اخرى هذا بيطلع ب 80000 ها هو بيطلع ب 80000 واش من ربيع عند الكساب ولا تم انا بيع وشريته تم انا نفس الطريقه راه بيع شرا راه تيغامر هاد بيع شرا راه مغامر دابا بيع شرا خويا مصطفى هي مغامر دابا تزاد القرص وفي هاد الدومين تيبيع شرا فيه اما القتال الكبير هو البزنس ديال العلف الله يرحم الوالدين تيشري العلف من سوق السوداء وتيخبيو هادشي اللي بين هاد النقطة لهاد المدة قال لك كاين بعض الفلاح حتى هما تيساهموا في هاد الخروقات كيبيعوا دوك البان ديال العلف دابا هادي حاجة تاع التولة ما ندخلوهاش مفروغين منها حيت حاجة التولة ما عندنا ما نهضرو فيها عشا الملك خليو الدولة للدولة وخليو الملك في افتقار وهضرو معايا بيناتنا حنا قتالة حنا تقتلوا بعضياتنا هي فلاح عادي بحالنا فلاح ما عنده حتى علاقة بسوق السوداء هو هاد الناس اللي كيبيعوا العلف هاد الناس اللي كيبيعوا العلف هما القتالة الكبار هما هاد الناس كيبيعوا البهيم وحق الله الا شرفها كيوجدوا لك هاد المنتوج الراجل تيضل يشري في العلف تيبيع حوايج ولادو ويشري العلف باش يربي هاد البهيم باش يوجد لكم هاد المنتوج يعني بقات البلية دابا واحد الدقيقة سابق والبلية سابقة قلنا خويا تشاطو بعجالة والأقدمية سير اش قلت يا باسطو البهيم هاد العام المواطن العادي شحال غادي تبقى عليه العيد ان شاء الله بحسب الخبره اللي عندك انت غادي يشري شتي لا عشق شي حاجه راني كنقولها كعوده على المواطن البسيط العادي انا تيعرفها واش انت دخلتي سوق المطر عندك 8 سنتر وتمشي تشري اس اش لا كل يمشي على قدو ويلبس قدو ونعيشوا مزيان وغنبقاو ديما مزيانين والسلام عليكم وتحياتي لك اخو تشاطر وتحيه للاخوان كاملين وراه مسخينه بكم ولا عندو شي واحد شي تدخل باش تحكوا معايا بعدا هذا الراجل نتوما كتهضروا على الغنم هذا الراجل الكساب ديال الخيل وحق مولانا الا تيعاني عنده سته الخيل في الدار الا ما تياكل انتي وانس انت هو العلم ديال هاد النواحي تاع الحوز البركه معروف على الصعيد العالمي راه هو اللي داها في البروميير في دار السلام فهمتيني كاع في بلاد البحر وهنايا الجنوب راه صعيب باش كسب فيه العود وراه على الاقل على الاقل الا ما كياكلوا هذوك العودان تياكلوا ما كاين لا دعم لا عوين لا والو من شكالطو ياكلوا واحد 50 فرق ولا 40 فرق يا قليله راه وراه البليه يا البركه بالي البليه هذا تحيه للعلامه في المكان وتحيه لكابين الخيل وقال لك ان شاء الله وما يعرف الخيل غير ركابها والخيل حتى هي راه كتعرف ركابها انا نتشوفوا واتو تالو الاخوان اللي بعدو شي تدخل قبل ما نساليو هذا شي كلمه اخيره الله يديش تاود الخير امين الله يدير شي دعوات الخير هادشي اللي كاين على هو اللي مغلي الوقت وهادشي اللي كاين الاخوان كي شاهدتو معايا تبارك الله حنا راه الناس هنا راه مضرورين مساكن لا البياع والشراي تواصل اي هادشي اللي كاين كلشي مضرور الله يديش تاود الخير والله يحفظكم وباقي معكم ما تهربوش غير شربوا شي ميه ولا شي قهوه وخليكم معنا اجا البركه هاد الناس تيتعايشوا معايا مدة هذا كبر قدامي وهذا كبر قدامي الله يستر العيد هذا حاليا علمت الخيل وهاد الدري ديكتاتور تيقلب على شي حاجه اللي باقي ما عرفها الانسان ولكن انت واحد ما عطيه الطوع وانا بغيتكم تعطيوه الطوع انا داعي فيه الله يحفظك المتر معروف سولوا على المتر والبركه راه معروف وتا ناخذ هاد الشاطو راه من اعز الناس عندي
وراه تنتسبيره منه تبارك الله ودريويش ومعروف هنا في السوق. شوفوا الاخوان بلاتي راه اللي خصاتو شي بيت قدا شي خرية في العيد عليه بخونا تشاطو. لا اله الا الله وتجيبهم الله راه معروف جيبها بالسوق قول لهم تشاطو يجيبوك حتى لعندو. وراه تنمشي انا واناس مع كل احترام وكنحترموا كنت انا واناس وكنشريو للناس وكاين اناس هاد الصحافه هادي راه كتكون كاينه اذ لا بيكون انا حرامي ما عندي القلب قدام الصحافه. ما عادش تبينوا جاك. لا 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 اله الا الله با اناس هذا جميل منك وغزال منك الله يكبر بك. شاطو قبل ما نسالوا هذا اللايف قبل عندنا التقليبه ديالك العلويه ديال البهيمه هو غادي حصريا حصريا تبقى هذه تاريخيه تاريخيه كاينه خروف راه عنده ثلاث هذه تتشوف الحليب ديالك قرب انت الاولى هذه هذيك والثانيه كتشوف الصفا والثالثه واش الودن سخونه ولا بارده والرابعه هو القسطه هنا هي شتيها والخامسه هاد البيبه هادي ها هي انس والسته هي هادي الله الله والسبعه هي تاع الفولات الفولات تتحرف ليه واش كامل انا هما هادو اللي كاين في التقليبه سبعه التقليبات لا اله الا الله وسبعه السماوات سبعه رجال سبعه السماوات انت باقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت ما عندي ما حتى هي كاينه في البعيد سبحان الله العظيم وشوف انت مع انت قلتها لنا سبق واحد الودن كيفاش بارده وسخونه كيفاش الا كانت سخونه راه الخروف حي ولا كانت بارده الخروف معلول جبتي الخبر جبتي الخبر الله يعطيك الا كانت بارده مع كل خلوك تمشي تفطر اخر تشوف تبارك الله عليك والله ما هي البركه دابا بغا يشري البهايم ما هو هو البركه هادو متى كيدير السوق اليوم البركه كيدير السوق البركه السوق غالي اخويا والله الا غالي تسنات ها اناس البركه سولو شحال من عام وانا تنشري البهايم الله يعمرنا قول له واش تيسخروا ليه ولا سيطرى ليه العظيم الا تنديو بهيماتي في الدار ويولدوا ليه لا النعاس ولا الخرف نشري انا واه ناكل ونشرب انا واه عزيز عليا ونمشي الله يسهل عليكم والمغرب والخيمه المخيره تنكون معاه فيها الله يسهل عليك اخو تشرب واكل شرب ديال الشهريه ما تيخص حتى خرا واجي تيقلب عليه عرفتي هذا خونا التصادق تندير عليه حلقات ان شاء الله رحمه تنوعدوا الجمهور الكريم حيت عيد موسوعه تبارك الله الله يكبر بك عفوي وانسان ديال كلشي من بلا مراكش القدام ديال ديال كلشي وعدوا بهذا المنبر اننا غادي ندير معاه واحد روبورتاج واحد من الحياه ديالو من سهرته والله تتسالني شعبيه وحق الله تعالى تدير بها جوج افلام ولا ثلاثه وبغيت شو كيبكيتيني فعلا فعلا حيت عندي ظروف تسنط حيت راه عندي ظروف اللي ما شافني كان تيشوفوني الناس على الصوره ديالي وما تيقلبش على الداخل شوف شوف وهاد الناس عارفين الداخل اذا قال لك الله عز وجل اذا حب عبد بدا يبتلى هاد السيد محبوب ومقبول وحق الله تعالى وكان انس اقسم الله الى اسطوره اقسم لك بالله شحال واحد دابا تيشوفني تنهضر تاع عشتي معايا انس ودعتي معايا مصطفى تيعرفني بركة انا قانع بوالو بلا شيء شي ما يكون عندي كاع كشتي مشيتي معايا ودعتي معايا كون معايا كاع ما بجيبي ولا كذا حيت انا دوزت كلشي انا بغيت هي لهنا والراحه والله ما بغيتش عجل والله الا تصدقوا شي التفات عرفتي علاش حيت من بين منشطي الاسواق ما ينساش يعاون المسكين الله شوف هو تيوقف مع الجميع هو ما تيخدع حتى شي واحد راه انا من نهار عقلت عندي 40 سنه من نهار عقلت عليه وتنجي للسوق انا تنسول الشاطو كم ولا انا ما تيتخبى على حد ما تيدي لجيبي الا هاد اللعبه كنقول عليهم كنقول لهم تلقوني في السوق لقيتو شي واحد عمرني ضريتو وحاليا في هاد المجوق وقف واحد الدري ضمنت واحد في 3000 والله انا الا حشمان لا بلا ما نقولها بلا ما نوريو ولا نقولو دابا خد تساطو دابا خد تساطو دابا شو بغينا نضحكو دابا نهار تموت خد تساطو فين بيلقاو هاد تساطو ما كاينش فين فين نلقاو ما خليتيش الخيال ما كاينش اسمع اسمع هادو تاع هاد ولاد الحومة يا ما الدرب الجامد يا ما الدرب الجامد يا ما الساقية باش كانت وكانت بسالة وكانت حيالة وكاين كل خير كيما شتي باسطو ولكن حق الله إلا القلب سليم وهاد الناس هادو علاش عزلت أنا السواق بالضبط حيت هما بدائيين وحبيبينا ما تقدرش تدخل عندهم انت ولد المدينه ما تدخلش دابا هما من بود ولد المدينه